اليوم راح نشوف المهمات والمرشحات بالنسبة ل امتحان نهاية الكورس. اوكي، راح نشوف هسه هذا الكتاب. انت تبدي تقرأ عزيز الطالب، تبدي متوكل على الله سبحانه وتعالى. شلون تقرأ؟ طبعا ما يحتاج لما تجي مثلا هنا، يعني امور مهمة. الرابع مثلا صفحة 4، صفحة 4 ايش تلقي بيها؟ هاي الكلمات تحفظ لي اياهن، ذني الكلمات اللي موجودة وهاي الصفحة، هذا اللي تحفظهن. عندك هذا التمرين، تمرين تحفظ لي اياه، هذا اسئله واجوبه حافظ لي اياه. عندك الاس مال البوزيتيف مال التملك، تعرف القاعده مالته وانت كاتبها. زين، ايش عندك؟ عندك اي بي، تروح لي على اي بي 3، تروح على اي بي 3. ايش بيها اي بي 3؟ نشوفها، شوف الاي بي 3 بالاكتيفيتي بوك، الاكتيفيتي بوك صفحه 3. هذا طبعا هذا التمرين مهم جدا، هذا التمرين مهم جدا، تركز لي عليه، كلماته تحفظهن موجوده، تقدر ترجع لل تقدر ترجع للفيديوهات وتشوفه. هذا التمرين مهم جدا. اما هذا شو؟ هذا نشاط طبعا، تم تقرا، تم تقرا، تركز لي بس، هذا اهم، هذا مهم اكثر. طيب، انتهينا من هذه الصفحه، نعبر على الصفحه الاخرى. نيو بروجكت، هاي بالنسبه للمجله مال المدرسه وحديث عليها. طبعا هاي why don't we طبعا هاي وراها يجي فعل، هاي بالنسبه للقواعد، فعل مجرد خالي من اي اضافه. shall we طبعا هاي فعل مجرد خالي من اي اضافه، هاي مع الجمله الاستفهاميه ومع الجمله الاستفهاميه. let's وراها يجي فعل مجرد خالي من اي اضافه الى اخره. عندنا هنا خاف، هاي تجي تعاريف، خاف تجي بتعريف الارتكل، الكفر، الاديت، البرنتر، هذني الكلمات خاف يجي، انت تحفظ لي اياهن. اوكي، موجودات بالفيديو تقدر ترجع لها. ايش عندك؟ اي بي، اي بي 3 و4 ايش بيها؟ تقراها الشكل اي بي 3 و4، راح تشوفها، هذه مهمه طبعا. اي بي 3 و4، قبل ما ندخل بهذا نروح على وعلى الصفحه الاخرى، نشوف هذا انترفيو، المقابله مع هذا. عندك هذا الجاك جيمس، عندك فيموس، فيموس هاي كلمات مهمه طبعا، كلمات هنا مهمه، ومعاكسات البولايت امبولايت، لايك ديس لايك، فيموس مشهور، ويل ناون الى اخره. هذا طبعا هذه مهمه، هذه تقراها كقراءه، تقراها كقراءه وتطلع عليها. وعندك هذا المهم اللي هو صفحه 4، صفحه 4 طبعا هذا التمرين مهم جدا، اللي هو على اسئله على هذا المقابله مال جاك جيمس. طيب، نعبر لل الصفحة الأخرى. عندنا سنس وفور، قاعدة سنس وفور بسيطة طبعا. أنا يعني إذا تسألني السنس والفور أنت شلون حافظها، أقول لك الفور تجي لمدة، وسنس معناها منذ، تحفظها على هذا الشكل. يعني تتوسع بالموضوع، تروح للقواعد وتشوفها. عندك اللايك، اللايك وراها يجي هاي كلمة تاخذها انجي إلى آخره. هاي اليوزنج أدجك، الوصف، استعمال الصفات لوصف الأشخاص. where relative clauses هاي اللي هو بمعنى الذي الى اخره. اوكي، هذا اني تمر لي عليهن، هذا اني تحفظ لي معانيهن. اوكي، كل ما تحفظ معاني كل ما يكون الامتحان لك اسهل. اوكي، طيب ننزل بعد جوا. problems مشاكل، هاي خاف هاي العامه سالي، والمشاكل هاي اللي يعني صارت عند احد الاشخاص اللي اسمه جيل، تقرا لي اياها على حسب الاصول. هذه هنا ايضا شكل بعض الطلبة، هاي تركز لي على الهاي اتش دبليو، خاف تجي هومورك، اكزامبل، فيري الى اخره، امبرسن مومنتس، لحظات محرجة، ايضا هاي تقرا لي اياها وتشوف. ايضا هذه ايضا كلها تقراها اعزائي. اوورد يوث كامب، هذا مخيم الشباب العالمي، تمر لي عليها تقرا، كل ما تقرا اكثر كل ما يكون افضل. عندك بابا باسم، هاي الستوري تايم، طبعا هاي اسئله، اسئله اكثر شيء تركيز على هاي الاسئله والاجوبه اللي عليها، اكيد انت حالها عزيز الطالب تقراها، ايضا تقراها كقراءه وتشوف. خاف انت يعني تحتاج بعض الكلمات اللي تحتاج تحفظها. تنزل لجوا، تنزل لي على هذا مثلا بالكراس، صفحه 5، هذه طبعا البوزيتيف الاخري، هذا مهم طبعا هذا التمرين. اوكي، هذه البونكتويشن، شلون تخلي علامات الترقيم، هذا التمرين مهم جدا، هذا السي مهم جدا بالامتحان، دير بالك عليه، تقرا لي اياه. وهذا يجي من عنده، حاول يعني لازم تجي كلمه او هذه
ارشح لك منها اديتور، ارشح اذا تسالني على المستوى الشخصي سويمر دير بالك يعني. اوكي وهكذا. طيب سنسول فور، هذا على السنسول فور مهم ايضا تقرا لي اياه. عندك هاي ستامر سبيك وذ ديفيكولتي، خاف تجي مرادفات، كونف شاي كونفيدنت، اوكي فرايتن افريد الى اخره. هذا اني ايضا خاف يجن، هذا اني طبعا امبيرس بيل موغ ميرر، هذا تمرين مهم. انشاء خافيه تكتبكم انشاء اعزائي المدرس او المدرسه شلون تكتبكم، فانتوا تحفظوا لي يا الصفحه 10 مهمه جدا، هذا الاي هذا مهم، البي مهم، حاول يعني دير بالك المدرسين يجيبون من عنده والى اخره. هاي بالنسبه للشد، هذه الشد والشودنت او العفو هنا لايك يحب ودونت لايك لا يحب، اللايك الشغلات الايجابيه الجيده والدونت لايك للشغلات السلبيه وهكذا. طيب هذا بانكتشويشن علامات الترقيم شلون تكتب، خاف يجيك فدير بالك. هذا ايضا مهم، خاف تجاه اختصار الفي فيري اتش دبليو هوم وورك. اوكي هذا ايضا مهم اقراه. الستوري تايم هذه خاف تجي ادير بالي عليها. طيب بعدنا هنا هذا التمرين ايضا اقراه. طيب ايش عندنا بعد؟ هذه مهمة صفحة 16، خاف هذا يجيك على الماضي المستمر والماضي البسيط. اوكي هذه ايضا امر عليها واقراها. عندنا وصلنا لليونت 2 كيب فيت، المحافظة على الرشاقة او اللياقة، طبعا هذه نقراهن. اوكي شود وشودنت، يجب ويجب ان لا او لا يجب. اوكي اكو عندي عليها تمرين اللي هو هذا، هذا مهم جدا، هذا الاي اعزائي تقروا لي اياه. اوكي مهم، هذا ايضا مهم ديروا بالكم، هذا كله مهم. زين هاي شودنت والتيك وشودنت درايف الى اخره مهم، هذا كله مهم اعزائي، هذا كله مهم تقرا لي اياه. طيب ننزل بعد شويه، هذا بالنسبه للاطعمه، تحفظ لي هاي الاطعمه وهاي الفوزيه والنصيحه مالتها. وعندك المعدود الكاونتبل وان كاونتبل، معدود وغير المعدود، الماتش والماني، الليتل والافيو، هاي تحفظ لي الكلمات اللي تتعلق بالاطعمه، جريلد بيكت بفلام الى اخره، مهمه جدا. اوكي هاي الاشياء الجود فور يو نوت جود فور يو، هاي بالنسبه للاطعمه. اوكي هذا ايضا مهم هذا التمرين. هاي تو ماتش وتو ماني ايضا مهمه، كاونتبل ان كاونتبل مثل ما قلت لكم. هاي بالنسبه للصداع والاوجاع والالام. اوكي الهيديك، هاي شوف التوثيك ستومك ايك الاير ايك والهيديك الى اخره. اوكي هذا ايضا تحفظوا لي، او اللي عنده صداع اللي عنده الم اسنان وين يروح، اللي عنده الم معده شو يسوي وهكذا، كل واحد ابو الالم شو يسوي. هنا عندنا جلال ستوري وشنو اللي صارت، واكو تمرين عليها طبعا. اوكي هذه صفحه 24، هذا مهم، هذا التمرين هذا السي مهم جدا، حالات اللي تشعر بيها وورد فرايتند الى آخري. هاي قصة جلال، هاي جلال وإبراهيم، هذا اللي صارت عنده زائدة دودية ونقل للمستشفى وأخوه ما صدقه، انتبه لي عليه. ايش عندك بعد؟ هذا مهم، هذا مهم أيضا، خاف تجي مرادفات انتبه عليه. طيب هذا خاف ربط يجي جوين، هذه خاف تجي، طبعا أنا مسويها هنا اللي يقدر يراجع المقاطع ويشوفها. هاي بالنسبة للإمبريكس، هاي القصيدة الهزلية، خاف تجيكم مثلا فأنتوا انتبهوا عليها. هاي حروف مفقودة انتبه عليها، خاف تجي ممكن. اوكي هاي بوت، هاي ترتيب الصحيح الاوردر شلون انت تخليه، ايضا انتبه لي عليها واقرأ. عندك الربط مهم جدا، but when وand شلون تربط هاي الجمل المركبه الكومباوند سنتنسز، شلون تربطها بعضها ببعض. اوكي ف
فهذه مهمة أيضا تدير بالك عليها عزيزي الطالب. طيب هذا مهم، صفحة 30، هذا ال worried, upset, excited, happy, wonderful, frightened, surprised. هذا التمرين مهم جدا، انتبه عليه. بالنسبة للقصة، القصة هذه انتبه عليها، خاف تجيني فراغات. اوكي، هذه ايضا ادير بالي على هاي القطعة بالنسبة للبونكتويشن، علامات الترقيم. اوكي، طبعا هنا ايضا هذه مهمة جدا، الاوبوزيتس، المعاكسات، ادير بالي على هذا التمرين صفحة 33. اوكي، هذا ايضا مهم، خاف يجيني فراغات. زين، ايش عندي بعد؟ هذا ايضا ادير بالي عليه. اوكي، هذه قطعة خارجية، هاي العفو داخلية، هي قطعة داخلية، هذه من الداخل خاف يجيب لكم عليها، فانتبهوا عليها. زين، عندنا الثالث، وصلنا اعتقد للثالث، قلنا هاي عليها، ومراجعة، وهذه بوبو باسم، وأسئلة عليها وأجوبة أدير بالي عليها. زين، عندنا هسه وصلنا للثالث، هذا أيضا أمر بيه وأقرأ، خاف يجيني هذا المخيم إلى آخره، يعني بعض الكلمات خاف تجيني تكون مهمة. المركز الرياضي، المركز الرياضي هذا مال الأشبي، أشوف هذه كلمات تحتاج بلاي، كلمات تحتاج جو دو إلى آخره، جدول الزمني لهاي الألعاب الرياضية. عندنا هذه الأولمبياد، أولمبياد لندن، وأسئلة عليها. أوكي، عندنا changes، التغييرات، هاي مال used to، اعتاد على أن يكون في الماضي تتكلم، وحاليا هو كذا مثلا، هذه انتبه عليها، سنشوف تمارينها. وقصة بوبان باسم التكملة مالتها، وهي وكلماتها أعزائي. طيب، لو نشوف، نرجع على هذا مثلا، هذا مهم أعزائي، دير بالكم عليه، هذا التمرين صفحة 36. أوكي، عندك بعد هذا مهم أيضا، الألعاب اللي تاخذ جو، ألعاب تاخذ بلاي، وألعاب تاخذ دو، انتبه عليها، هذه كلمات خاطئة، فشلون تصححها. عندك شو عندك بعد؟ هذه قصة أعتقد ممكن تكون نشاط داخل الصف، يعني ما ممكن صعبة تجي بالامتحان، بس تكون نشاط داخل الصف، استهم اقرأها على كل حال. هذه مهمة طبعا على الأولمبياد. أوكي، هاي الأسئلة هنا، هذه أيضا انتبه لي عليها، هاي مال يوز تو، باست وناو، الماضي والآن، تستخدم اليوز تو، بعدين تقول ناو، تنطيها مضارع بسيط، درست المضارع البسيط العام. زين، هذه ايضا الدو والجو الى اخره، انتبه لي على هذا التمرين مهم. هذا ايضا مضارع وماضي وتصريف ثالث للفعل، خاف يجيني فراغ من عندها. بالنسبه للناون، الفيرب، فعل، الاسم، الصفه، خاف تجيني، انتبه عليها. مثلا تجيب لي كومبيت، كومبيتيشن، تجيب لي ريس، ريس، شو شلون، يعني احاول اقارن بيناتهن، خاف تجيني توزيع كلمات، هذا مهم. زين، بانكتويشن، علامات الترقيم. اوكي، هذه خاف تجيني كلمات توصيل او فراغات. زين، شو عندي بعد؟ هذا مهم ايضا، هذا مهم، شلون التوزيع اعتمد لك على المعاني اكثر شيء، معاني الكلمات، وانت شلون تسويها ايضا، هذا وياه على الأولمبياد وغيرها. زين، انزل اللي جاء، حقائق على الأولمبياد. اوكي، هاي كل تيك بليس، يحدث، خاف تجي مرادفات. زين، أسئلة على الألعاب الأولمبية والعلم الأولمبي، هذه هنا. زين، هذه بيها بعض شوي المهمة، صفحة 52 مثلا، معاكس بيجنرز، معاكس البيجنرز، معاكس المبتدئين المتقدمين. اوكي، معاكس يربح. اوكي، يأتي بعد الأول، معاكس لوز تو إلى آخره، انتبه على ذني من أقراها، مو بس يعني هي جدول وفي مال، لا لا. شدنا بعد، هذه خاف تجيك كلينر ستريتس، خاف تجيك قطعة داخلية، فأنت انتبه عليها. أوكي، هاي ناونز، أدفيربز، أدجكتيفز، صفات وأسماء
ظروف هاي بانكتويشن انتبه عليها. ايش عندنا بعد؟ هاي ايضا بعض الاسئله هنا. زين، هذه توزيع كلمات، هاي بالنسبه لل countable uncountable، المعدود وغير المعدود، هاي مال used to، وايضا هذه ايضا مهمه. اوكي، هذه مهمه انتبه لي عليها، هذه ايضا طبعا كلها ممكن، كلها مرشحه ممكن يعني تجيك بالامتحان، فانت ركز لي عليها. زين، هاي بالنسبه للكتابه مال used to. ايش عندنا بعد؟ عندكم هذا اللسن، تحفظوا لذني الكلمات. اوكي، هاي بالنسبة لهذني الكلمات، مع تروحوا لي وين من تريد تقرأ، تروح لي على الكراسة صفحة 64. هذه هذا مهم تحفظ لي اياه. اوكي، اكيد عندك محلول. تنتقل لي للصفحة الاخرى، شعدنا بيها الوصول للمعلومات، الوصول للمعلومات. اوكي، عندنا هذا طبعا الكلمات، الاقسام، الكلام، الاسم، الفعل، الادجكتيف، الادفيرب، البرونون الى غيرها، هذني تحفظهن عزيزي الطالب. هذا طبعا نشاط عشان تستخرج الكلمات بالقاموس. ننزل جوا، عندي هذي، هذا مهم دير بالكم عليه، خاف يجي. هذا ايضا التمرين مهم. اوكي، اصعد لهنا، هذا خاف يجيني صفحه 67، صفحة 67 خاف يجيني هذا، هذا الاي، هذا خاف يجيني يعني مرادفات. اوكي، خاف يجيني مرادف فيرست ساد ران، هذا اني انتبه عليه، هذا مهم دير بالكم. زين، انزل لي جوا هنا، ايش عندك فروم؟ هذا طبعا موضوع، هذا كله يتلخص على موضوع الباسيف، الباسيف فويس، وانا شارحه طبعا، طبعا شارحه موجود، تقدر ترجع على الشرح مالتي بالمحاضرات السابقه حسب الصفحه او تلقاه. اوكي، هنا great invention، اختراعات عظيمه، هذه كقراءه تقراها طبعا. همنا على شو اسمه بالنسبه للزمن الماضي، بالنسبه للمبني المجهول بحاله الماضي. اوكي، وتقرا لي مع هذه السهاده مثلا صفحه 68، هذا مهم تمرين، هذا مهم جدا دير بالكم عليه، هذا عاده النشاط. اوكي، صفحة 71، هذا مهم دير بالكم، ترو فولس، خاف يجي على هاي الاختراعات، هذا خاف يجيك فراغات انتبه عليه. اوكي، وذ كان، هذا طبعا موضوع سهل جدا. اوكي، هذا هنا عندنا، وعندنا هاي مراجعة ايضا، وعندنا بوب ان باسم، هاي الاسئلة اللي انا خاف تجيك، هذه الاسئلة دير بالك عليها، ركز لي عليها. اوكي، اوكي، هنا عندنا الحد، انزل جوا، طبعا هاي ترو فولس، خاف تجي على هذني ترو فولس على هاي الاختراع، هذا مهم، خاف يجيك حروف مفقوده، هاي تعاريف، هاي تعاريف، هذا خاف تجي على هاي موضوع اليوز تو، ادير بالي عليها، خاف ترتيب الاوردر، وهنا هذا ترو وفولس على القطعه مال بوب ان باسم. ايش عندنا؟ عندنا هاي قطعه داخليه، قطعه داخليه انتبه عليها مع حلولها. اوكي، هذه بالنسبة لي هذه المختصرات انتبه عليها. عندنا هذا خاف يجي توصيل هاي المهن، هذه خاف تجي يعني كل مهنة وين تكون. اوكي، طيب هذا تمرين هم اقرا دير بالكم عليه، هذا التكملة مالته. هنا نشوف بعد عندنا يعني هذا بالنسبة للموضوع، هذا التسلسل، موضوع الكات، هاي القطة اللي كانت اللي بقت برا. اوكي، هذه المعنى الصحيح، اختارها خاف اشوفها. اوكي، هاي بالنسبة لهاي الكلمات، ايضا تعاريف للمهن. اوكي، عندنا بعد هذه المواد الدراسية. اوكي، ايش عندنا بيها بعد؟ اوكي، هذا مهم خاف يجيني، انتبه لي على هذا، هذا مهم، هذا مهم جدا انتبهوا لي عليه اعزائي، هذا ايضا. اوكي، هذا ايضا، هذا خاف يجيك، خاف يجي حسب المدرس وحسب الامر اللي ماكد عليه. صفحه 88 عندي، هذا مهم جدا 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 دير بالكم عليه، هذا التمرين، هذا ايضا، هذه ايضا، هاي التمارين انتبه عليها. صفحه 90، هذا دير بالكم عليه. اوكي، مرادفات. اوكي،
ايه عندنا هنا هذه، هذا مهم جدا، هذا التمرين اقرا، هذا مهم جدا ايضا كتعريف قطعة داخلية انتبه لي عليها واقراها، وهذه كتعريف، وهذه ايضا، وهكذا عندنا. اوكي هذه خاف تجي اشبه بها الحلزورات بس هي حلوة، استخرج المختلف انتبه لي عليها، هذه مختصرات انتبه عليها. هسه هذا لحد هنا السادس تقريبا، انتهى السادس. نعبر لي بروجكت، ما بيشي تقراه كقراءة عادية، خاف يعني كلمات. اوكي هاي بالنسبة لي المهن، هذا مهم صفحة 63، هذا دير بالكم عليه كقراءة. هاي هنا عندك، هذا طبعا مرينا بيها. اوكي المواد المدرسية، هذه عندنا، هذه البي زائد قويم زائد انفينيتيف، هذا الموضوع ايضا عن مشروع. الخطط المستقبلية المهنية بالنسبة للوظائف، وعندنا هذه البوبن باسن، طبعا هذه هاي انتبه عليها، هو والحل مالتها هذه الاسئلة. اوكي بس قبل ما هذه ادخل بالسابع، هنا مشاكل العالم، هاي طبعا الهيدلاينز وكيفيتها، والمختصر اللي بيها شد وماست، وراها يجي فعل مضارع مجرد قائم من اضافه، هذه اكو اسئله عليها الحيوانات، انتبه على ذني، وعندنا الاجري والديس اجري انتبه عليها، واكو فد موضوع، اكو موضوع عليها هسه ما دام دخلنا احنا بالسابع، هاي موضوع الهيدلاينز اللي انا قلت لكم الطريقه شلون شنو اللي تحذفه من عندها، هذا على الشد ما شد. وغيرها عندنا هنا، هذه مهمة الاجري والديسجري انتبه عليها، ترو فولس على بالنسبة للحيوانات، وهنا ايضا هذه مهمة اعزائي. اوكي هذه بالنسبة للقطة، طبعا انا يمكن تيهت بين هذه، يعني اعذروني، تيهت بين هاي القصة مال القطة والقصة، قصة ثانية صارت بها هم ترتيب. اوكي على كل، جل من لا يسهو اعذروني على هذا الخطأ. عندك صفحة 99، هذه يعني هذه انتبه عليها، خاف تجي بس ما رشح هذاك القد. عندنا لان هذه تكون عادة بها ملف صوتي، عادة بالصف تكون، بس على كل يعني هم انتبه عليها، دير بالكم. الليسن 7 هاي طبعا هاي تعاريف على الصحراء، على يعني وهكذا، يعني هاي بها نوع من التعاريف تقروها. اوكي هذا ما دام شوي مشينا، هذه مهمة دير بالكم عليها أعزائي، هاي الكلمات هنا، المايت هذا انتبه عليه، هاي النصائح اللي بتكون، الصحراء المتحركة. اوكي الصحراء المتحركة صفحة 80، يقول لي على صفحة 100، انتبه لي على الصفحة 100، الصفحة 100 اللي هي هذه صفحة 100 احنا بيها، نعم صحيح. اوكي هاي انتبه عليها، هاي حروف مفقودة ايضا انتبه عليها، هذه مرادفات، هذه الكلمات شلون تدخلها حسب المعنى، هذه الهيدلاينز، وادنى الشد والمست، يعني دير بالكم عليها كتمرين. ايضا هذه يعني انتبه عليها بالنسبة أسئلة على يعني تتعلق بالقطعة. عندنا اكسترا اكتيفيتيز، فعاليات إضافية انتبه على ذني، نعم ذني نعم. عندك قطعة داخلية انتبه على حلولها، وش عندك بعد؟ ما عندك شيء إلى أنت، هذا انتبه عليه من أي ناحية، خاف عندي بي مرادف، خاف عندي بي شيء انتبه لي عليه. اوكي هذا مهم، هذا البي. اوكي هذا ايضا مهم انتبه عليه، هذني اللي اشهر المهمات، نعم هذا انتبه عليه ايضا، اللي هو اخر شيء اللي هو صفحة 112. هذه لحد هنا اعزائي، لحد هنا اعزائي، هاي الامور اللي مهمة هسه كلها شرحناها، هذه الاخر شيء هي بابا باسم، هذه انتبه عليها، هاي الاسئلة. اوكي ما عندك بعد شيء، هذه وهاي تدخل بالاكسترا اكتيفيتيز. اوكي اعزائي طبعا بعد ما هذه ما عندك شيء هنا، شغلات بسيطة، انتهى تقريبا المنهج. وبالنسبة للكورس الثاني
أتمنى لكم التوفيق أعزائي وإن شاء الله النجاح وإلى اللقاء.